وبشأن تطورات الأوضاع في بريطانيا وانتهاكاتها للمسلمين، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب الدكتور صباح المختار. دكتور صباح، مرحبا بكم. يعني دعوة لمعاقبة المسلمين في بريطانيا انطلقت منذ عدة أيام وحددت اليوم لتنفيذ مخططها لإيذاء المسلمين. بداية دكتور، من هي الجهة التي تتبنى هذه الدعوة؟ لا شك أنها جهة متطرفة، ولكن أظن أنها جهة صغيرة، عدد محدود من الأشخاص، ولكنهم قاموا بعملية جلبت انتباه الإعلام والأجهزة الأمنية والجالية المسلمة نتيجة للطريقة التي عرض فيها وتحديد تاريخ وتحديد الأهداف وما يمكن القيام به. ولكن لا أظن أن هذه هي مسألة حتى على مستوى التطرف البريطاني ضد المسلمين وضد الأقليات وضد العرب، هذا ليس من منهجهم، وبالتالي أظن أن هذه مجموعة صغيرة، ولكن في نفس الوقت هناك أهداف حددت، وبالتالي يجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد من قبل الجالية المسلمة. وفعلا هناك توجيهات من المساجد ومن التنظيمات الإسلامية ومن الجمعيات والمراكز والمدارس بضرورة الحذر أولا من الناحية الأولى، ومن الناحية الثانية عدم الخوف من حصول هذه الأعمال، لأن ما يراد من هذا هو تخويف المسلمين في بريطانيا، في حين أن القانون والأجهزة الأمنية بالتأكيد تحميها. ولكن أعتقد أن المشكلة الرئيسية في بريطانيا هي ليست في هذه العناصر المتطرفة الصغيرة منها والكبيرة، ولكنها في الخط العام الذي تمارسه وسائل الإعلام البريطانية والسياسيين البريطانيين حينما يستعملون العبارات الواسعة التي تشمل المسلمين نتيجة لقيام أشخاص مسلمين بارتكاب جرائم سواء كان إرهابية أو طيب. غير ذلك. دكتور صباح، هناك من يذهب إلى أنه هذه الدعوة ربما غذت بسبب ازدياد المسلمين في بريطانيا، هل تتفق مع ذلك دكتور صباح؟ أولا من حيث المبدأ، في أي مجتمع من المجتمعات حينما تكون هناك أقلية أو جالية تزداد حجما وتزداد قوة وتزداد أثرا تؤدي إلى ردود فعل من المجموع، هذا شيء طبيعي في كل المجتمعات. في بريطانيا أعتقد أن هذا موجود، ولكن هناك أيضا ظواهر تدل عكس ذلك. يعني حينما جرت الانتخابات إلى المير للندن، صادق خان تنافس على المنصب شخصين، واحد مسلم والآخر يهودي، ولكن لأن المعسكر مال اليهودي اتهم صادق خان بأنه هو محامي يدافع عن الإرهاب، قام البريطانيين المسيحيين الإنجليز غير المسلمين غير العرب وغير اليهود بالتصويت لصادق خان باعتبار أن الأسلوب الذي اتبع من قبل الجهة الأخرى لم يكن أخلاقيا. لذلك نعم الأقليات تؤدي إلى ردود فعل، ولكن ليس دائما بهذا الشكل. دكتور ولكن الجالية نعم دكتور، الشرطة البريطانية حقيقة يعني دعت المسلمين إلى التكاتف، لكن من خلال ما تراه هل من تدابير أمنية اتخذتها الحكومة البريطانية إزاء ذلك؟ هناك بعض التدابير اتخذت، مثلا فيما يتعلق بالمساجد وأماكن العبادة والمدارس والمناطق التي يشك أنها قد تكون هدفا، كأن يكون هناك مسجد في منطقة بعيدة أو في طريق صغير أو في شارع ضيق، تحاول الشرطة أن تحمي هذه الأماكن، هذا من ناحية. من الناحية الثانية الشرطة الآن تراقب الشوارع والطرق ووسائل المواصلات الأندرغراوند والباصات وطرق النقل الأخرى للتأكد من عدم حصول اعتداءات على المسلمين بدافع عنصري أو دافع من هذا النوع. دكتور صباح، أخيرا يعني باعتقادكم، يعني هل ترى أن كراهية المسلمين أصبحت ظاهرة يجب الوقوف عندها خاصة في المجتمعات الغربية دكتور؟ بدون أدنى شك، وفعلا هذا يحصل الآن، المجتمعات الغربية في أوروبا بصورة عامة وفي بريطانيا تحاول هذا، ولكن بين الحين والآخر يطلع لنا قادة مجانين مثل ترامب وغيره يصرحون تصريحات سيئة وتسيء إلى العلاقات الإنسانية، وجزء أيضا سيء آخر
هو أن يقوم بعض السياسيين العرب وبعض القادة العرب والمسلمين بالسير في هذا الخط بمعاداة الحركات الإسلامية باعتبارها جزءا من العملية الإرهابية. الغرب يعتبر أن الإسلام هو دين إرهاب وأن المسلمين هم إرهابيين، هذا تستطيع فهمه إلى حد ما من منظور استعماري أو منظور عنصري، ولكن أن تلجأ القيادات والقادة العرب، وهناك أمثلة كثيرة في الدول العربية التي تعتبر فيها أي شخص متدين سواء كان منتمي إلى حركة أو لم يكن منتميا إلى حركة أنه هذا متطرف وأنه هذا إرهابي. وبعدين العرب والمسلمين الآن أصبح عندهم واهس ولغوة، يعني دائما يتحدثون عن القاعدة وداعش، وبالتالي أي شخص هو مسلم يوجه له هذا الاتهام، وهذا شيء خطأ بالنسبة للعرب والمسلمين على وجه الخصوص. عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب الدكتور صباح المختار، شكرا جزيلا لكم.